على كل الاحوال نطمن الاول. خلينا ابدا حلقه النهارده بان احنا نطمن على استعدادات النادي الاهلي. في كلام على انه مستر كولر بيفكر في معسكر طويل شويه قبل مواجهه شباب لوزداد في ملعب برج العرب. احتمال المعسكر يبقى 48 ساعه. عايزين نطمن كمان على سكواد الاهلي، اللعيبه اللي غابت، اللعيبه اللي تعرضت لاصابات في مباراه يانج افريكانز الاخيره. خلينا نروح لزميلنا كريم احمد نبدا الحلقه بزياره مقر النادي الاهلي في الجزيره ومتابعه اخبار الفريق مع زميلنا كريم احمد من هناك. كريم مساء الخير. مساء الخير عليك زميلي العزيز احمد سمير، كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي العظيم. مباراه مهمه جدا بتنتظر النادي الاهلي والمرحله او المحطه الاخيره قبل مشوارنا ان شاء الله باذن الله في كاس العالم. يهمنا نتعرف على اخر اخبار الفريق، استعداداته لمباراه شبيبه او شباب بلوزداد، ويهمنا كمان نطمن على الغيابات اللي كانت او اللعيبه الاسماء اللي غابت عن ماتشات الاهلي الاخيره وعن اصابه ياسر ابراهيم، وفي مقدمه الاسماء كمان محمد عبد المنعم. يعني بالتاكيد طبعا التفنش قبل كاس العالم بفوز ده امر مهم جدا، ويا رب ان شاء الله باذن الله يكون التوفيق معانا في مباراه غايه في الصعوبه كالعاده مع كل فرق الجزائريه. الحقيقه يمكن فريق شباب بلوزداد فريق مميز، واي فريق بيقابل النادي الاهلي انت عارف زميلي احمد يعني بيطلع كل قوته وبيلعب بكل القوه الكبيره جدا امام النادي الاهلي في البطوله الافريقيه تحديدا. عشان كده ان شاء الله مستنيين من لعيبه النادي الاهلي كل التركيز وكل الجديه الكبيره جدا في هذه المباراه قبل كاس العالم. لكن بشكل عام لو بنطمن طبعا كل جمهورنا، عندنا عدد من اللاعبين، في ناس بتجتهد بشكل كبير جدا بتتكلم على الاصابات، اصابات بتطول، يقول لك اصابه مطوله، اصابه شهر ونص، الامور دي الحقيقه يعني بنحسمها من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، من خلال برنامج الترند، من خلال برامج بشكل عام. يعني ابدا معاك الحقيقه من البدايه وهو ياسر ابراهيم الحقيقه اللي بناكد عودته وتواجده في مباراه شباب بلوزداد، بناكد هذا الامر مع الجهاز الطبي، بنطمن من هذه الامور مع الجهاز الطبي. ياسر النهارده متواجد في التدريب، هيستمر ان شاء الله حتى يوم الخميس ان شاء الله، يتوجه النادي الاهلي الى الاسكندريه استعدادا لهذه المباراه فيشارك بكل جديه في خلال التدريبات القادمه. الحقيقه منعم هو اللي يمكن يعني بنسبه كبيره جدا هيكون خارج مباراه شباب بلوزداد، في تاني كبير جدا على منعم، ويمكن اتكلمنا على هذا الامر. منعم التواء الكاحل يعني اتعرض ليه اكتر من مره، ويمكن زي ما بنقول بالجديه الكبيره وبالرجوله المعروفه عن محمد عبد المنعم في تأني عليه بشكل كبير. السكواد اللي النادي الاهلي الحقيقه يمكن حاجه مميزه جدا، اي حد بيكون متواجد بيأدي المكان طبعا او بيأدي اللي عليه وزياده، لكن قيمه كبيره الحقيقه منعم. لكن محتاجينه في الرحله الاصعب وفي الحلم الكبير في كاس العالم للانديه، مش عايزين منعم يشارك في مباراه شباب بلوزداد ويمكن هو مش هو سليم بنسبه كبيره نخسره بشكل كبير جدا في فتره طويله. عشان كده بناكد كل هذه الامور. مودست ايضا كمان زي ما قلنا وبناكد، الضمه يعني عضله حساسه جدا وبتحتاج هدوء وتأني كبير جدا، وكمان بتحتاج تدريجي بشكل كبير في العوده ليه للتدريبات الجماعيه. فلكن زي ما احنا عارفين النهارده حسم القائمه 23 النهارده يوم الاثنين، الحسم القائمه النهائيه في اجتماع هيكون بعد انتهاء التدريب لحسم هذا الامر. يعني زي ما بنقول التفاصيل الصغيره بتكون مهمه جدا، الراجل مش هيتكلم على الفني بس ان انت يكون لاعب متواجد او لا، على قد ما يكون التقرير الطبي الشامل والكامل من الجهاز الطبي، هل اللاعب ده يقدر يكون متواجد، هل اللاعب ده عائد من الاصابه ممكن ياخد مباراه او لا. فكل الامور دي الحقيقه منتظرين تحسم بعد انتهاء التدريب النهارده ان شاء الله، اللي بدا التدريب كعادته بمحاضره فنيه في البدايه استغرقت 25 دقيقة. وجود الحقيقة الكابتن محمود الخطيب سريعا كده تواجد في الملعب، مش هنقول يعني اتكلم مع لعيبة على المستوى الفردي لكن كلامه بيكون يعني بشكل كامل مع لعيبة النادي الأهلي للمرحلة القادمة وتحديدا مباراة شباب بلوزداد، لأن زي ما بنقول يا أحمد يمكن أنت قلت طبعا الفينش بيكون مهم جدا أداء ونتيجة إن شاء الله بإذن الله. المجموعة أو دور المجموعات الحقيقة شكله غريب الحقيقة، يعني من فترات كبيرة جدا ما شفناش الوداد وقلنا هذا الأمر زيرو بوينت، أيضا كمان النجم الساحلي، فيمكن يعني أربع نقاط مع النادي الأهلي في سوء توفيق في بعض الفرص في إهدار بعض الفرص. منتظرين ان شاء الله باذن الله نرجع من جديد وتكون ردنا في الملعب، رسالتنا تكون مهمه جدا للجميع ان النادي الاهلي قبل توقف كاس العالم ان شاء الله باذن الله يكون كعادته متصدر المجموعه ولكل حادث حديث بعد كاس العالم. عوده السوليه امر مهم جدا، بنطمن على كل اللعيبه الحمد لله. السوليه شارك يعني اللعيبه اللي بترجع وبتشارك في خلال فترات ويكون بعيد جدا عليه وبتلاقيه بالاداء ده بيطمنا بشكل كبير جدا. عشان كده الجهاز الطبي بيقوم بدور كبير جدا، ولاعيبتنا ايضا كمان بتنفذ كل البرامج التاهيليه والطبيه على اعلى مستوى، عشان كده عودتهم بتكون عوده حميده. يا رب ان شاء الله باذن الله ما نفقدش اي لاعب خلال المرحله القادمه، وكل اللعيبه اللي غابت عننا ترجع لنا بمشيئه الله، وان شاء الله باذن الله القادم افضل للنادي الاهلي سواء في مباراه شباب بلوزداد او ايضا كمان في بطوله كاس العالم. اخيرا كريم بس عايز اطمن على اكرم توفيق ومدى جاهزيته قبل مباراه شباب بلوزداد يوم الجمعه.
يعني اقدر اقول لك اكرم توفيق ان شاء الله بادئ هذه المباراه ومتواجد في هذه المباراه زي ما بنقول، يعني الروتيشن اجباري بالنسبه لمستر كولر في الضغط الكبير جدا للفتره القادمه وفي المباريات. اكرم اطمنا عليه، جاهزيته التامه موجوده، بيشارك في التدريبات ان شاء الله باذن الله يكون مكسب وليه دور كبير كعادته ان شاء الله في مباراه شباب بلوزداد يوم الجمعه على استاد برج العرب بمشيئه الله. كان جات لي معلومه انه في تفكير عن مستر مارسيل كولر انه يسافر اسكندريه بدري شويه، معسكر يبقى مدته 48 ساعه على غير العاده قبل مواجهة شباب لوزداد، عندك أي معلومات أو عندك تأكيد أو نفي للخبر؟ يعني هي المعلومه طبعا بالنسبه لنا ان السفر يكون يوم الخميس قبل المباراه ب 24 ساعه، لكن يعني في بعض طبعا الامور الخاصه بالجهاز الفني بالكامل انه يكون في يوم زياده شويه، لكن الراجل معودنا ان يعني ما بيحاولش ان هو يعني يطلع لعيبه او يركزها يكون في تركيز بشكل كبير جدا. 48 ساعه من 24 ساعه بتكون امر مهم، لكن زي ما بقول لك النهارده في اجتماع عقب انتهاء التدريب، امور كثيره جدا هتحدث طبعا وهتحصل ان شاء الله باذن الله. يمكن السفر زي ما قلنا كاس العالم يعني الساعه 3 عصرا ان شاء الله يوم 11، فزي ما بقول لك في ترتيبات عديده جدا النهارده كانت بدايه مجلس الاداره، فيا رب ان شاء الله يعني الخير كله لعيب النادي الاهلي ويكون كل القرارات في صالح النادي الاهلي ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم احمد، دي اخبار تمرينه الاهلي النهارده.